النهارده داخلين اهو على نموذج ما شاء الله بجد. ايوه الله اكبر، الراجل عامل حاجه محترمه ومحافظ على الطراز البيئي، وده يبين ان هو فاهم قيمه الحركه عملته له. اشرح لنا بقى دكتور، يعني ايه طراز بيئي؟ يعني ايه تصميم معماري مميز؟ جاي لنا منين؟ استوحناه ازاي؟ عندنا كام نموذج في القريه؟ احكي لنا. تمام. دي قريه الكتاب والمفكرين، دي اتعملت تقريبا سنه 98، وكان الكاتب الكبير لطفي الخولي متبني الفكره ومجمع حوله كوكبه من كبار الفنانين والكتاب والاعلاميين. اختاروا ان احنا نعمل عماره بيئيه، بمعنى انها عماره اقرب ما تكون لاستخداماتنا الحقيقيه، نرجع للحقيقه. الحقيقه العماره اللي موجوده في مصر دلوقتي دي عماره غربيه. يعني العمارات بتاعتنا دي من بعد الخديوي اسماعيل مش هي دي عمارتنا. طبعا احنا ما بندعوش ابدا من خلال العماره البيئيه الى العوده للماضي. لا طبعا. احنا بندعو الى استخدام احدث ما في العماره البيئيه من اجل الوصول الى ما يسمى جوده الحياه. النموذج يا دكتور، ده النموذج احد النماذج الاربعه بيميزه انه مساحته كبيره. طبعا صح. ده اربع غرف على الاقل. ده اربع غرف. اهم عنصر فيه رئه المبنى، ده الباتيو او الحوش. الحوش بمعنى اللي بيسمح، حوش سماوي طبعا. بيسمح انه هي يعني المبنى عباره عن مربع وفي الوسط فاضي. بالزبط. ده الباسيو. بالزبط. او اقول لك هو الباسيو. لا هو الباسيو او الحوش، فكره الحوش اللي فيه ظل ونور، وبالتالي فيه حركه هواء بتنتقل من الظل للنور فبتتحرك. الفورم ده نفسه، فورم الدوم والفولت ده مش شكل، ده مش بحثا عن شكل زي ما الناس فاكره. لا، ده طريقه انشائيه وفي نفس الوقت طريقه عضويه مع ماده البناء. احنا في البناء انت عايز حوائط وعايز سقف. صحيح. طيب انا عاوز اوفر الخرسانه المسلحه كماده ضد البيئه وضد الصحه. خلي